السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نورد اكس جيمنج. النهاردة يا جماعة هنلعب لعبة FTS 2023. النهاردة هنلعب ماتش من اهم المطوشة في الوطن العربي كله، واللقاء القمة في مصر يعني، الا هو يا جماعة الكلاسيكو المصري. طبعا انتوا عرفتوه. طبعا يا جماعة احنا قلنا توقعاتنا لماتش الاهلي والاتحاد السكندري 6-1، لكن للأسف توقعاتنا طلعت غلط و الأهلي كسب الاتحاد 2-0. بس على فكرة يا جماعة 6-1، اللي بيقول 6-1 كتير، فعلى فكرة 6-1 دي عادي. ما الزمالك عملها مع المقاولون يا جماعة، الزمالك هزم المقاولون 6-1. فالنهاردة يا جماعة هنلعب بالأهلي ضد الزمالك. توقعات لماتش بكرة يا جماعة، وعايز اقول لكم شكرا لدعمكم على الفيديوهات الشورتس الاخيره اللي انا نزلتها عن FTS دي. خلاص يا جماعه فاضل لنا 2 سبسكرايبر ونبقى ال50 مشترك، والله كله يحط السبسكرايب. فيا جماعه الاهلي من ناحيه الاهلي فاخد بطولات قد كده ما شاء الله، يعني الاهلي راجع من بطولات كتير والحمد لله، يعني الاهلي خد كل البطولات ما عدا بس بطوله كاس العالم للانديه، هو دي اللي طلع منها. الزمالك قاعد يكسب في فرق الدوري، ويا جماعه الزمالك كان لعب ضد فيوتشر ساعه ما الاهلي والاتحاد لعبوا، الزمالك برضو لعب ضد فيوتشر يا جماعه، فيوتشر جابوا 2 والزمالك يا جماعه جاب ريمونتادا بعد ما فيوتشر جابت 2، الزمالك جاب ريمونتادا وبقى الريمونتادا ب3-2. ويا جماعه كان ساعتها اخر هدف في الماتش كان من احمد السيد زيزو يا جماعه، كان هد... ما كان جاب ركله حره جامده جدا. فيا جماعه من ناحيه الفرقتين فالاتنين يا جماعه بعد ما مارسيل كولر جه الاهلي اتحسن، وبعد ما بعد ما اوسوريو جه الزمالك برضو الزمالك اتحسن. فيا جماعه النهارده الماتش ده هيبقى صعب، واحتمال نلعب بقى ركلات جزاء معرفش ايه كده. اوكي يا جماعه، وعايز اقول لكم يا جماعه ان خلاص الاهلي رسميا خد الدوري للمره 43، عشان يا جماعه سيراميكا كسبت بيراميدز. وعايز اقول لكم كان في سيراميكا واحد اسمه صلاح محسن، ده كان طالع اعاره من النادي الاهلي لسيراميكا كليوباترا، هو بقى سجل هدف مع سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز، ده اللي خلى سيراميكا كليوباترا تفوز والاهلي يفوز بالدوري. فالاهلي هياخد صلاح محسن تاني، يعني هياخد صلاح محسن تاني يبقى موجود في النادي. فيا جماعه النهارده هنحط بقى ايه بدلائنا عشان نأمن نفسنا ضد الزمالك، نحط بيرسي تاو ده محمد شريف وعبد القادر، نبقى نخليه على البدلاء بدل حسين الشحات الشوط التاني، وإليو ديونج نخليه بدل قفشه، ممكن إليو ديونج نخليه بدل قفشه، كهربا خليه هنا كده اوكي. ويا جماعة عايزين نخلي التشكيلة بتاعتنا 4-4-2، ثانية واحدة 4-2-2 اهي هي دي، ثانية واحدة برضو هنا 4-3-3. طب حلو، خلي التشكيلة دي، والكابتن هيبقى الشناوي، لكن اللي هي كورنر والكورنر اليمين والكورنر الشمال يا جماعة هيبقى معلول، ضربات الجزاء والفري كيك برضو معلول. ويا جماعة عندنا هنا محمد طاهر محمد شريف محمد المغربي، انا ما اعرفش مين ده، بس يا جماعه للاسف ما فيش كريستو هنا، وكان مروان عطيه لسه في الاتحاد السكندري، محمود متولي، محمد اشرف، محمد هاني، لا خلاص كده حمدي فتحي عايزين ننزله بدل عمرو السوليه الشوط الثاني، فكده ايوه كده. وعلي لطفي يا جماعة ننزله عشان احتياطي، يعني عشان لو الشناوي اتصاب ولا حاجة. وبرضو يا جماعة مش بقول حاجة على مصطفى شوبير، بس مصطفى شوبير برضو يا جماعة كان ليه دور في بطولة افريقيا، ف مش بقول حاجة يعني. الزمالك طبعا الابيض والازرق، والاهلي الاسود والاحمر، فاحنا الاتنين هنخليهم بلبسهم الرئيسي. ويلا بينا يا جماعة الاهلي ضد الزمالك لقاء في القمة. اوكي دي الدخلة اهي، الدخلة بتاعة الاهلي والزمالك،
دي توقعاتنا بإذن الله يا جماعة. الماتش الأهلي طبعا عشان أنا أهلاوي فبلعب بالأهلي، وده يا جماعة الزمالك أهو، وأدي هنا تشكيلة الأهلي. أوكي، وتشكيلة الزمالك ما ظهرتش ثانية واحدة، عايزين نظبط الكوردر بس، ويلا بينا نبدأ الماتش يا جماعة. أوكي، وأدي أول كرة هنا عند الزمالك. أوكي، وأدي هنا برونو سافيو لحسين الشحات، حسين الشحات، حسين الشحات، حسين الشحات، لكن يا جماعة الونش يمنع حسين الشحات من دخول منطقة الجزاء. اوكي، نظبط الريكوردر كده. ايوه اوكي، سيف الدين الجزيري، لكن عبد المنعم برضو. اوكي، وادي هنا كهربا، كهربا ثانية، زقنا يا جماعة، زقنا عبد الغني، زقنا عبد الغني، زقنا في منطقة الجزاء اهو، زق كهربا اهو، وفري كيك يا جماعة من اولها معلول. اوكي، معلول معلول معلول، والله اتجابت، دخلت برضو، دخلت يا جماعة، معلول يجيب ركلة جزاء وبرضو دخلت، يعني عواد راح مع الكورة ولمس الكورة ومع ذلك دخلت يا جماعة. بنالتي يا جماعة، بنالتي قوية جدا وحلوة جدا. اوكي، الدنيا يا جماعة قاعدة بتمطر، واول الاجوال من النادي الاهلي، هدف مبكر جدا جدا جدا. وادي هنا برونو سافيو. اوكي، وادي هنا حسين الشحات، حسين الشحات، حسين الشحات، لكن عواد، عواد يصد. على فكرة الزمالك ما بقاش يستخدم عواد دلوقتي، الزمالك بقى يستخدم مين؟ شيكابالا. ثانية واحدة يا جماعة نمنعهم، ابراهيم لانداي، ابراهيم لانداي، لكن توفيق. الزمالك بقى يستخدم رمضان صبحي. اوكي، وادي هنا برونو سافيو. اوكي، لكن يا جماعة دفاع الزمالك، وادي هنا شيكابالا، شيكابالا وزيزو يا جماعة، عايز اقول لكم ان هم في الزمالك يعني مولعين الدنيا في الزمالك، بس ايه، بس مش على الاهلي برضو، لان اهلاوي يا جماعة على فكرة. اوكي، طبعا يا جماعة عشان اهلاوي فانا بتمنى الاهلي يكسب. اوكي، وباذن الله الاهلي يكسب. هو يا جماعه حتى لو خد اوكي، وادي هنا بيرسي تاو، عض بمهاره، عض بمهاره من دفاع نادي الزمالك ويسجل هدف ولا اروع يا جماعه. شفتوا بيرسي تاو، شفتوا بيرسي تاو عض من المدافع ازاي؟ واو واو واو، بصوا يا جماعه، بصوا بصوا بصوا، يا نهار اسود، يا نهار اسود، ايوه بيرسي تاو، ورينا كده، ورينا كده، بص بص، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليك يا بيرسي تاو، يا نهار ابيض عليك، بصوا يا جماعه، عض بمهاره، عض بمهاره يعني فرديه، الله عليك يا بيرسي تاو، الله عليك. وادي هنا زيزو. اوكي يا جماعه، اهلي اوكي، والزمالك، وادي هنا بيرسي تاو، وادي هنا حسين الشحات، حسين الشحات، حسين الشحات، لكن دفاع نادي الزمالك يمنع حسين الشحات. وادي هنا امام عاشور، امام عاشور كان لسه في الزمالك ساعتها. اوكي، عبد الغني، بس اظن انا حاسس ان عواد مش من الزمالك اصلا، حاسس ان عواد مش من الزمالك. والله يا جماعه هدف بيرسي تاو ده هدف خرافي. اوكي، عبد المنعم، يلا ايوه كده، ايوه كده، وادي هنا بيرسي تاو والبرونو. اوه يا جماعة دي ممكن يبقى فيها بطاقة، دي عبد الغني. اوكي، معلول، الله يا معلول، حاول حاول يا معلول، حاول يا معلول، ايوه بيرسي تاو بالراس بقى، لا ايوه معلول معلول معلول، لكن عواد يتصدى لكرة معلول الخرافية. اوكي، بصوا يا جماعة معلول يشوطها من بعيد ازاي، وبرضو عواد يتصدى. اوكي، وادي هنا معلول، معلول، يلا 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 عمرو السولية، لكن حارس عواد. وادي هنا سيف الدين الجزيري، يلا يلا اديها تاني يا بيرسي تاو، اديها عند بيرسي تاو. اوكي اوكي، المرة دي بيرسي تاو ما يعرفش يعدي. اوكي بقى يا جماعة، الزمالك كده بيبدأ يهاجم عشان عايز يجيب جول. اوكي، وادي هنا بيرسي تاو، بيرسي تاو، بيرسي تاو مرة تانية، بيرسي تاو مرة تانية، يلا يلا، حرام حرام يا عم. اوكي، وادي هنا بيرسي تاو، يلا، والله يا جماعة ماتش 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 خرافي. اوكي، بإذن الله بإذن الله، وكل الأهلاوية كده تدعي يا جماعة إن الأهلي يفوز. اوكي،
وبإذن الله الأهلي هو اللي هيفوز. أوكي يلا. أوكي الكورة عند زيزو لسيف الدين الجزيري وعبد المنعم عايز يمنح سيف الدين، لكن سيف الدين مضغوط عليه فبصاها لزيزو. زيزو زيزو، لكن زيزو من كتر الضغط الدفاعي يا جماعة تتقطع منه. أوكي ويا جماعة نهاية الشوط الأول، والأهلي يجيب هدف من معلول من بنالتي طبعا، وهدف بيرسي تاو الرائع. اوكي وادي هنا بيرسي تاو. اوكي ثانية واحدة بقى، الشوط التاني جه ننزل بدلاء، عندنا هنا حمدي فتحي ننزله بدل عمرو السولي، وعبد القادر ننزله بدل حسين الشحات او بيرسي تاو، ممكن ننزله بدل، لا خليه حسين الشحات. ثانية واحدة نشوف مين احسن. اوكي اوكي هو بيرسي تاو وحسين الشحات احسن من بيرسي تاو في اللعبة، فنزله بدل بيرسي تاو. اوكي اوكي بس بيرسي تاو على فكرة يا جماعة برضو عمل شغل عالي، الشغل بتاعه ده في الهدف كان هدف خرافي. ودينا كهربا كهربا كهربا، لكن اوباما يقطع من كهربا، اوباما لكن كهربا يقطع تاني. في ايه عبد الغني يا جماعة هو السبب في ان معلول ياخد البنالتي. اوكي وادي هنا برونو سافيو، وعلى فكرة يا جماعة لو الزمالك كسب، لو الزمالك كسب وتوقعاتنا طلعت غلط هيبقى في فيديو تاني وننتقم منه من الزمالك بقى. وادي هنا سيف الدين الجزيري لو كسب في الحقيقة، يعني يا جماعة انا بقول لكم ده لو كسب في الحقيقة. وادي هنا مين ده؟ اوكي الشناوي يتصدى، لكن سيف الدين الجزيري يلحق الكورة و يجيب الهدف الاول للزمالك. اوكي يا جماعه لازم ايه نجيب هدف عشان نطمن. اوكي بدلاء نزلت عبد القادر ليه حسين الشحات. اوكي ايه ده ثانيه واحده، ومين قطعها مني الحكم؟ ايه ده في ايه كمان انا ما شفتش عدل بقى. اوكي امام عاشور، امام عاشور اسجله التعادل، لا عبد المنعم، عبد المنعم يا جماعه يمنع امام عاشور. اوكي برافو يا عبد المنعم، يلا حسين الشحات، لكن دفاع الزمالك ابراهيم لنضاي. اوكي ثانيه واحده. اوكي يا جماعه يلا بينا نكمل الماتش، مفيش حاجه حصلت. اوكي حمدي فتحي طعم شيكابالا، برافو يا حمدي فتحي. وادي هنا عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر. اوكي عبد القادر يا جماعه بيحب يراوغ، من اكتر لعيبه الاهلي اللي بتحب تراوغ. وادي هنا حمدي فتحي لحسين الشحات، لكن زيزو يمنع، زيزو يمنع. اوكي اوكي يلا بينا نكمل الماتش. وادي هنا شيكابالا هو عايز. اوكي لكن حمدي فتحي، حمدي فتحي. اوكي حمزه المسلوسي، حمزه المسلوسي يا جماعه، حمزه المسلوسي برضو عامل شغل عالي مع الزمالك. اوكي حمدي فتحي يلا اقطعها من ابراهيم لنضاي، ابراهيم لنضاي ماشي على مهله كده ليه. اوكي وادي هنا برونو سافيو، اوكي يعمل تمريرة او اسيست خاطئ. اوكي وادي هنا حسين الشحات يخطفها، يلا يا حسين يلا عرضية. اوكي لكن توصل لابراهيم لنضاي وترتد للزمالك. اوكي يلا ترتد للزمالك. اوكي حمدي فتحي، حمدي فتحي يلا حسين الشحات، اليو ديانج، اليو ديانج. اوكي يا جماعة ازاي سبقوا اليو ديانج، اليو ديانج على فكرة يا جماعة من اسرع لعيبة الاهلي. اوكي يلا يا معلول حد فيكو يقطع، اوكي حد فيكو يقطع بقى. اوكي مين ده؟ اليو ديانج يا جماعة ممكن يجيبوا هدف تاني ويتعادلوا زي ما عملوا في فيوتشر هيعملوا معانا، بس لا بإذن الله مش هيعملوا معانا. اوكي اوكي عبد القادر يلا حسين الشحات، حسين الشحات لكن الونش يا جماعة عايز اقول لكم الونش، الونش كل ما يشوف حد معاه الكورة يقطعها، يعني ايه ده. ويا جماعة نهاية الماتش يا جماعة، وبالفعل الاهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 2-1. وبإذن الله يا جماعة دي هتبقى توقعاتنا لماتش الاهلي والزمالك اللي هو بكرة بإذن الله 2-1. ويا جماعة دي الاستاتيكس بتاعت الاهلي والاستاتيكس بتاعت الزمالك. اوكي يا جماعة بإذن الله دي توقعاتنا 2-1 وبس كده. طبعا يا جماعة وقفنا لحد هنا، وعايز اقول لكم حاجة، عايز اقول لكم حاجة قبل ما نقفل، احنا كده كده يا جماعة من غير ما نلعب الزمالك
احنا كده كده كسبانين الدوري، يعني لما من غير ما نلعب الزمالك الاهلي كسبان الدوري. وممكن يا جماعة لو حتى لو الاهلي خسر قدام الزمالك في ماتش الاهلي والزمالك يعني بإذن الله اللي هو بكرة، لو الاهلي كسب هياخد الدرع برضه في الملعب، عشان لو الاهلي كسب الزمالك، ولو الزمالك كسب بالاهلي برضه الاهلي هياخد الدرع بتاع الدوري. فيا جماعة كده كده احنا واخدين الدوري. وعلى فكرة يا جماعة لو مارسيل كولر عايز يلاعب الزمالك بالناشئين هيلاعب، مفيش مشكلة، احنا كده كده واخدين الدوري. طبعا يا جماعة وقفنا لحد هنا، متنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، وبإذن الله دي تبقى توقعاتنا 2-1، 2 للأهلي و1 للزمالك، ويلا سلام.